وينضم إلي عبر الهاتف الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة سيد سليم قشوط. سيد سليم أهلا بك في نشرة السابعة. تحية طيبة لك أخي الكريم، التحية طيبة للمشاهدين. نعم سيد سليم، يعني ما آخر التطورات الميدانية هذا اليوم؟ طبعا ما زالت محاور القتال تشهد هدوء في محاورها ما عدا بعض المحاور مثل محور وادي البيع ومحور اليرموك، تشهد اشتباكات عنيفة من حين لآخر وكذلك اشتباكات متقاطعة، لأنه كانت الساحة للطيران الوفاق وطيران المستأجر للعدو، فقامت طيران سلاح الجو الليبي باستهداف مواقع للتمركزات ومعسكرات وآليات العدو، وكما قامت طيران الإمارات بضرب بعض المواقع تاع القوات الوفاق الوطني، ولكنها ليس بالأهداف والخسائر تذكر. يعني هل هناك يعني أي إصابات في صفوف الجيش؟ أي تقصد جيش؟ نعم لا توجد لديك إصابات، فقد قامت اليوم طيران العدو بقصف متمركزات الوفاق الوطني في محور الرملة واستشهاد 3 من أفرادها، وكذلك قصف مستشفى الميداني في السواني، ويوجد عندنا 4 من جرحى من الطاقم الطبي وتحطم سيارة إسعاف. نعم نعم سيد سليم، يعني هل هناك تحشيد لميليشيات حفتر في مواقع قريبة من غريان كما يتحدث الإعلام الموالي لهم؟ لا، هي طبعا تحركات مشبوهة وليس بتحركات قتالية، إنما تحركات لمناورة عالمية في حدود غريان وصابعة، وقام الطيران الوفاق الوطني بقصف أو لامس بترتل متجه من الشوارف لصابعة، وكذلك قام أيضا بقصف بعض التحركات المشبوهة المتواجدة في جندوبة جنوب غريان، وليس لديهم الآن أي قوة تذكر تستطيع أن تقوم بهجوم على قواتنا. نعم نعم سيد سليم قشوط الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.